مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم عن تطبيق السناب وتحديدا كيف راح أحذف الإيموجي في السناب شات. قبل ما أبدأ شرح، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل. في البداية راح ندخل على تطبيق السناب، من داخل السناب أشرح لكم. حتى نحذف الإيموجي في السناب شات راح ندخل على السناب، وهذا حسابي KHALD 123525. بعد راح أدخل على الإعدادات بالأعلى، أنزل بالأسفل راح تلقي خيار اسمه البتموجي، هذا هو، تدخل عليه راح تلقي خيار بالأسفل حذف البتموجي. إذا حذفته راح يقول لك هنا إذا أنت حذفت كل شيء مخزن عندك من ملابس بالخزنة كلها راح تروح بشكل دائم، فأنا أقول له حذف. الآن مثل ما تشاهدون، إذا رجعنا إلى الوراء الآن مثل ما تشاهدون الإيموجي انحذف من السناب. لو حبينا نعمل إيموجي جديد راح نروح على الإعدادات وننزل على بتموجي وإنشاء صورتي الرمزية مرة ثانية مثل ما تشاهدون من جدة وجديد. نقطة واحدة حاب أقولها لكل واحد عنده تطبيق سناب وحابب أنه يحافظ على حسابه، إذا عندك حسابين سناب على نفس الهاتف هذا شيء ممنوع، اشتري هاتف ثاني وفعل الهاتف الثاني بالهاتف الثاني أي واحد من السنابات الاثنين اللي على نفس الهاتف، لا تبدل بيناتهم أبد ما يصير. نقطة ثانية، في تطبيقات ممنوع تشغلها على الهاتف اللي هي تطبيقات الـ VPN إدارة الملفات وتطبيق الـ OVF وكثير تطبيقات بعد، هذه التطبيقات ممنوع تربطها ويا سناب. سناب ما يقبل هالشي هذا لأنه راح يحذف حسابك يوميا. 5-10 يجوني صار عندهم حظر مؤقت، بعض الأحيان يروح بعض الأحيان ما يروح، فرجاء لا تخلي نفسك بهذا الموقف أنه حسابك يروح، حافظ على حسابك لا تستعمل هالشي. تطبيق سناب ما راح يحذف حسابك. وأكثر بلدين يتأثرون بالحذف هم العراق والسعودية، العراقيين والسعوديين أكثر شيء. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه بنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو واستفادت من عنده ادعم قناتي باشتراك ولايك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.